بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى، وصلنا إلى سورة، بداية سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قوله تبارك وتعالى حاميم، تنزيل الكتاب، يعني هذا الكتاب تنزيل من الله العزيز الحكيم، وقد ذكرناه، يعني مر ذكره أكثر من مرة وفسره الشيخ. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، يعني لعبرات للمؤمنين في خلقهن. يعني المؤمن في الأصل لا يقف دون أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض ودون أن يتأمل في آيات الله عز وجل. لذلك قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فالمؤمن هذا الأصل في المؤمن أن يكون دائم التفكر في آيات الله عز وجل، لأن غاية المؤمن هي غاية واحدة، أن يكمل إيمانه وأن يتمكن الإيمان من قلبه وأن يتقرب من الله عز وجل وأن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الطرق والسبل الموصلة إلى ذلك هي النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في آيات الله عز وجل. وكثيرا ما قلنا إن عبادة التفكر عبادة يهملها ويقصر فيها كثير من الناس، والخاصة قبل العامة. والأصل في المؤمن أن يديم النظر والتفكر في آيات الله عز وجل. ويقال معناه أن ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات ودلائل واضحات للمؤمنين، يعني للمقرين المصدقين. ويقال للمؤمنين، يعني لمن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك. فسبيله لذلك النظر في ملكوت السماوات والأرض. قوله عز وجل وفي خلقكم وما يبث من دابة، يعني وفيما خلق من الدواب آيات لقوم يوقنون، يعني عبرات ودلائل لمن كان له يقين. قرأ حمزة والكسائي آيات بالكسر والباقون بالضم، وكذلك الاختلاف في الذي بعده. فمن قرأ بالكسر فإن المعنى إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون.
فهو في موضع النصب، يعني في موضع نصب اسم إن، إلا أن هذه التاء تصير خفضا في موضع النصب، يعني هذه جمع ألف وتاء جمع مؤنث سالم، تجر تنصب بالكسرة. وإنما أضمر فيه إن، لاحظ إن غير مذكورة في الكلام، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، قال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، أضمر إن قبل وفي، جعل وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات، قال أضمر إن من نصب آيات، لماذا أضمر إن؟ قال وإنما أضمر فيه إن لأن قوله إن في السماوات والأرض لآيات في موضع النصب، فكذلك في الثاني معناه إن في خلقكم آيات. فإذا هنا آيات اسم إن المضمرة، اسم إن المضمرة. ومن قرأ بالضم فهو على الاستئناف على معنى وفي خلقكم آيات. قوله عز وجل واختلاف الليل والنهار، يعني في اختلاف الليل والنهار، يعني هذا الذي اعتاده الناس، يأتي الليل ويذهب النهار ثم يأتي النهار ويذهب الليل، هذا من كبرى آيات الله عز وجل التي ينبغي أن يديم الناس التفكر في ذلك. وفيه آيات واضحات تدل على وجود الصانع ووحدته واتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل نقصان. قال في سواد الليل وبياض النهار، يعني في اختلاف ألوانهما وذهاب الليل ومجيء النهار، قال هذا كله إيش؟ آيات لقوم يعقلون، لمن كان له ذهن الإنسانية العقل المعتاد، حيث لا يهمل عقله فيتفكر في تلك الآيات فيصل إلى كمال الإيمان. وما أنزل الله من السماء من رزق، كذلك هذا من آيات الله عز وجل، المطر النازل من السماء. وما أنزل الله من السماء من رزق وهو المطر. أنا سبحان الله أحيانا أتفكر، أكيد هناك تحليل علمي لما سأقوله، ولكن أنا كإنسان ليس لي علاقة بهذا العلم، الفيزياء أو الأمور المتعلقة بالفلك، هذه الغيمة الموجودة في الجو في الفضاء، فيها من الماء، تحمل من الماء الأطنان، من الذي يمسكها؟ لماذا لا تقع كلها دفعة واحدة؟ من الذي يمسك هذه الغيمة الممتلئة؟ يعني الآن كأس من الماء اتركه يقع، طيب هذه الغيمة الملأة بالماء في السماء موجودة، من الذي يمسكها سبحانه وتعالى وهي وزنها أطنان بما تحمله من الماء؟ سبحان الله، هذا خلق الله. قال وما أنزل الله من السماء من رزق، من أدام النظر في السماوات والأرض كل يوم، في كل يوم ربي عز وجل يكرمه بآيات يتأملها، ما دام هو يتأمل وينظر بقصد التقرب من الله عز وجل يجد آيات مستمرة في السماوات والأراضين وغير ذلك. قال فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني بعد يبسها وقحطها وتصريف الرياح، مرة رحمة ومرة عذابا، حتى نفس الرياح نفسه يكون عذابا لقوم ورحمة لآخرين، نفس المطر الذي ينزل، قد ينزل ماء خفيف الأرض تحبه، يكون نفس هذا المطر عذابا على قوم ورحمة لقوم آخرين. ويقال مرة جنوبا ومرة شمالا. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله، يعني هذه دلائل الله وعلامة وحدانيته.
يتلوها عليك بالحق، يعني يقرأ عليك جبريل من القرآن بأمر الله تعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ قال مقاتل: إن لم تؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعد توحيد الله وبعد القرآن تؤمنون، يعني تصدقون؟ لأن هذا القرآن منذ أن جاء به، منذ أن أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يعتريه الباطل ولا يصادم عقلا ولا يصادم حقا. فإذا كان الناس أصحاب العقول لا يؤمنون بهذا القرآن الذي كله حق ولا باطل فيه بيقين، بيقين لمن تأمل، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة معاصرة وأدلة قديمة. أدلة المعاصرة: كثير من العلماء ومن الملحدين ومن العلمانيين الذين كانوا يرفضون فكرة الدين بالأصل تستوقفهم كلمات من القرآن الكريم تقودهم إلى الإيمان، تقودهم إلى الإيمان وإلى الإيمان الكامل واليقين، ويصبحوا بعدما كانوا معاندين ومناهضين ومحاربين للدين دعاة إليه. فالقرآن ليس لا يأتيه الباطل. فإذا كان كتاب هذا وصفه عقولكم لم تؤمن به، فبأي شيء بعد ذلك تؤمنون؟ قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، يعني كذابا فاجرا. أفاك أثيم يعني يكذب ويفجر، يتمادى في الكذب والفجور. كذاب أثيم يسمع آيات الله، يعني القرآن تتلى عليه، يعني يعرض عليه ويقرأ عليه، ثم يصر مستكبرا، يعني يقيم على الكفر متكبرا عن الإيمان، كأن لم يسمعها، يعني كأن لم يعقلها ولم يفهمها، يعني هو فهمها وعقلها وعلم أنها حق. لماذا رفض؟ لأنها تخالف ما في نفسه من هوى، من حظ. لو وافق القرآن هواه لآمن به، ولكن لما خالف القرآن هواه وخالف مقصده وغايته أنكره، مع أنه يعلم أنه حق. قال: ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره يا محمد بعذاب أليم، يعني شديدا. قرأ ابن عامر الآن هذان السطران بالأصل ينبغي أن يكون مكانهما بعد قوله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذان السطران هنا مكانهما، ولكن في النسخة التي بين يدي، يعني خطأ طباعي الظاهر أو بالنسخ، نقلت إلى قرأ ابن عامر. إذن: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: وآياته تؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون بالتاء على معنى المخاطبة، والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم. قوله عز وجل: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هذا الأفاك الأثيم إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني إذا سمع من آياتنا، يعني من القرآن، اتخذها هزوا، يعني سخرية. ويقال أو ويقول هذا الساخر: ما هذا القرآن إلا أحاديث أساطير الأولين، مثل حديث رستم وإسنف الديار. مرت معنا هذه الكلمة، مر معنا هذا الحديث عنه سابقا، وهو النضر بن الحارث الذي ذهب إلى بلاد فارس وقرأ تاريخ ملوكهم وصار وقدم إلى مكة، فصار يجلس
بجوار الكعبة، فعندما يسمع الناس القرآن الكريم يقول لهم اتركوا كلام محمد وتعالوا لأحدثكم بما هو أشهى وأطيب وأحلى لدى النفوس من هذا الكلام، ويأتيهم بأحاديث ملوك فارس. قال أولئك لهم عذاب مهين يهانون فيه. قوله تعالى من ورائهم جهنم، يعني أمامهم جهنم، ويقال من بعدهم في الآخرة جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني لا ينفعهم ما جمعوا من المال، لأن هذا المال الذي بين يديك ليس حصلته، لم تحصله بقوتك. كم من فقير أغناه الله عز وجل بموت أب، بموت أخ، بموت قريب بعيد مجهول، كان فقيرا ثم صار غنيا. هذا المال الذي تكتسبه في الظاهر أنت تحصله، ولكن في الواقع الله هو الذي يسوقه لك، لذلك لن ينفعك في الآخرة. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني لا ينفعهم ما عبدوا دونه من الأصنام، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. قوله تعالى هذا هدى، يعني هذا القرآن بيان من الضلالة، ويقال هذا العذاب الذي ذكر حق. والذين كفروا، يعني جحدوا بآيات ربهم القرآن، جحدوا بالقرآن، لهم عذاب من رجز أليم، يعني وجيعا في الآخرة. قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص أليم، لهم عذاب من رجز أليم بضم الميم، يعني صفة العذاب. والباقون أليم بالكسر كما ذكرنا في سورة سبأ. ثم ذكرهم النعم ليعتبروا، فقال الله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقد ذكرناه مرة معنا هذا في غير موضع. ثم قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني ذلل، سخر بمعنى ذلل لكم ما في السماوات وما في الأرض لصلاحكم. ثم قال الله تعالى جميعا منه، كل هذه النعم السماوات والأرض وما فيها من آيات وما فيهما من آيات ودلائل كلها من الله سبحانه وتعالى، يعني جميع ما سخر الله تعالى هو من قدرته ورحمته. ويقال جميعا منه، يعني منة منه، كله منة من الله. قال مقاتل يعني جميعا من أمره، وروى عكرمة عن ابن عباس قال جميعا منه، منه النور ومنه الشمس ومنه القمر سبحانه وتعالى. إن في ذلك، يعني فيما ذكر، لآيات، يعني له دلالات وعبرات لقوم يتفكرون، أو لهو دلالات، ليس له، لهو لهو دلالات وعبرات لقوم يتفكرون يعتبرون في صنعه، في صنع الله عز وجل المؤدي هذا الاعتبار إلى التوحيد وتوحيده. وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتفكرون في الخالق
فقال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، لأن الفكرة لا تحيط به، لا تدركه العقول سبحانه وتعالى. وروى وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول العبد يعني الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله تعالى؟ فإذا افتتن أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. وأحبابنا، طبعا هذه الوساوس لا يظنن إنسان مهما علت رتبته أنه يخلو وينجو من وساوس الشيطان. والله ربما يأتيك الشيطان بوساوسه حول طاعات أنت تقوم بها ويريد أن يقلل لك من شأنها. يعني مثلا أنت تواظب على طاعة ما، يأتي الشيطان ويقلل من شأنها ويدفعك إلى غيرها، إلى طاعة أخرى. ربما أنت تتأمل فتجد هذه الطاعة الثانية أفضل مما أنا صار لي مواظبا عليه سنتين ثلاثة أربعة، فإن تركت ما كنت مواظبا عليه واستبدلته بهذه الطاعة الثانية أنت مخطئ، لأنك تركت ما يحبه الله. أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قلت فالآن استأنفت عملا. إن أردت أنت أن تخسئ الشيطان وأن تذله وأن تفجره، عليك أن تضيف العمل الصالح الثاني إلى العمل الأول، وبذلك أنت تنتصر عليه. أما أن تبدل، لا، لا تبدل، استمر على ما أنت عليه وأضف عليك بالزيادة. إذن الشيطان يوسوس، لا تخلو مرحلة من مراحل حياتك قد يعطيك استراحة ليفجأك بعد ذلك بوسوسة يظن بأنه يفتنك بها، ولكن أنت بالمرصاد. أنت ذاكر لله، أنت ذاكر لله. الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم خنس الشيطان. فالشيطان بالنسبة لك هو خانس دائما لأنك ذاكر لله. قال: فإذا نسي الإنسان ذكر الله قال التقم قلبه، فأنت لا تفتح له المجال أبدا لأنك ذاكر لله، ذاكر لله. فأنت إذا كنت ذاكرا لله فالله جليسك وأنت جليس الله، والله معك. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، لن يستطيع أن يقترب منك شيطان وأنت مع الله سبحانه وتعالى. فإذا ما غفلت أراد أن يقتنصك، فالآن أنت تكون له بالمرصاد. فلذلك هذه الوسوسة لا يخلو منها إنسان، لا يخلو منها إنسان أبدا. الله. قال: فإذا افتتن أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. فالواجب علي أن أكون دائما الذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بعزيز. هذا أن أكون دائما الذكر لله عز وجل ليس بعزيز أبدا، ولكن يحتاج مني إلى تدريب، أن أدرب نفسي، أن أدرب نفسي. فإذا دربت نفسي على أن أكون دائما الذكر سأكون دائما الذكر، وإذا دربت نفسي أن أكون ذاكرا وغافلا سأكون ذاكرا وغافلا. أنت كيف تريد نفسك، درب نفسك على أن تكون كما تريد، تصل بعد ذلك. إذا أتينا نحن الآن بدابة تأتي أنت وتدربها وتروضها، بعد يومين، بعد جمعة، بعد شهر، بعد سنة، تصبح هذه الدابة كما تريد أنت، وهي عديمة العقل والفكر. فكيف أنا إنسان
فأنت كيف تريد نفسك، كيف تريد نفسك، درب نفسك على أن تكون كما تريد، وما هي إلا أيام وتصير تماما كما تريد. الله. قال: فإذا افتتن أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله ورسوله. قوله تعالى: قل للذين آمنوا، قال مقاتل والكلبي، وذلك أن رجلا من الكفار من قريش شتم عمر رضي الله عنه بمكة، فهم عمر بأن يبطش به، فأمره الله بالتجاوز عنه، فقال: قل للذين آمنوا، يعني عمر رضي الله عنه، يغفروا للذين، يعني يتجاوزوا ولا يعاقبوا، الذين لا يرجون أيام الله، يعني لا يخافون عقوبته التي أهلك بها عادا وثمودا والقرون التي أهلكت قبلهم، يعني لا يخشون مثل أيام الأمم الخالية. قال قتادة: ثم نسختها آية القتال: وقاتلوا المشركين كافة. ثم قال: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني يجزيهم بأعمالهم في الآخرة. قال مجاهد: لا يرجون أيام الله، يعني لا ينالون نعم الله. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر: لنجزي بالنون على معنى الإضافة إلى نفسه، لنجزي قوما بما كانوا يكسبون، والباقون بالياء، ليجزي بالياء أي ليجزي الله. قوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، يعني ثوابه لنفسه، ومن أساء فعليها، يعني عقوبته عليها. ثم إلى ربكم ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. الله. قال الله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل، يعني أولاد يعقوب، الكتاب أي التوراة والزبور والإنجيل، لأن موسى وداود وعيسى عليهم السلام كانوا في بني إسرائيل، والحكمة يعني الفهم والعلم، والنبوة يعني جعلنا فيهم النبوة، فكان فيهم 1000 نبي، ورزقناهم من الطيبات يعني الحلال من الرزق، وهو المن والسلوى، ويقال رزقناهم من الطيبات يعني أورثناهم أموال فرعون، وفضلناهم على العالمين، يعني فضلناهم بالإسلام على عالمي زمانهم وليس على الإطلاق، وذكرنا هذا في أكثر من موضع. قوله تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر، يعني الحلال والحرام، وبيان ما كان قبلهم ثم اختلفوا بعده. قوله تعالى: فما اختلفوا، يعني في الدين، في دينهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، حصل الاختلاف فيما بينهم بعدما جاءهم العلم، أي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، بغيا بينهم يعني حسدا منهم، والحسد يفرق الجماعات. أنا وأنت أصدقاء، نشأنا منذ كنا صغارا مع بعض، وكبرنا مع بعض، ودرسنا مع بعض، ولكن أنت تفوقت كثيرا علي فحسدتك، فبدأت أبغضك. لاحظ الحسد هو الذي يفرق المجتمع، آفة عظيمة إن لم يلحظها المؤمن مع بدايتها
استأصلت إيمانه إن لم يستأصلها هو. الحسد. ينبغي أن تعلم أن ما يحيط بالآخرين من النعم إنما هو قسمة من الله عز وجل، وأنت لا تعلم، أنت أيها الحاسد لا تعلم ماذا سلب الله عز وجل أولئك المنعمون في نظرك، لا تعرف أنت ما سلبهم من النعم الخفية وأظهر لك نعما أنت تريدها. وقد يكون النعم التي سلبهم منها موجودة عندك هم يتمنونها، ولكنها خفيت عليهم وظهرت لديك، فهم لا يحسدونك على هذه النعم. فلذلك لا ينبغي المؤمن إذا لم يلاحظ آفة الحسد في نفسه تستأصل إيمانه إن لم يستدرك نفسه ويستأصل هو هذه الآفة. قال بغيا بينهم، يعني بنو إسرائيل كانوا مؤمنين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أن نبيا سيأتي وعندهم أوصافه كاملة، فلما جاء من غير أبناء جنسهم أو من غير عشيرتهم وقبيلتهم حسدوه، فما كان من الحسد إلا أن استأصل الإيمان من قلوبهم فكفروا والعياذ بالله. قال يعني حسدا منهم وطلبا للعز والملك، ويقال اختلفوا في الدين فصاروا أحزابا فيما بينهم يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من دين بعض. قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، يعني يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون في الكتاب والدين. قوله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني أمرناك وألزمناك وأثبتناك على شريعة، يعني على سنة من الأمر، وذلك حين دعوه إلى ملتهم ثبت الله نبيه عليه الصلاة والسلام. ويقال على شريعة يعني على ملة ومذهب، ويقال جعلناك على شريعة من الأمر أي أمرناك وألزمناك على شريعة. وقال قتادة الشريعة الفرائض والحدود والأحكام، فاتبعها يعني أثبت عليها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا خطاب لكل واحد منا، هذا خطاب لكل ذي علم، أنت تعرف الحق فالتزم الحق الذي تعرفه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تترك العلم الذي عندك امتثالا لشهوات وأهواء الذين لا يعلمون. يعني تجد بعض الناس أو بعض الذين نسأل الله لهم الصلاح ممن أوتوا علما يريدون يأتون للنص الشرعي. لاحظوا أحبابنا، والله هذه فتنة، يعني أن يضلك الله على علم، هذه طامة الطامات، القارعة الكبرى. هذه يأتي بعض الناس وعلى شاشات التلفزة وعلى وسائل التواصل هذه المعروفة يأتون بالنصوص الشرعية ويقومون بليها وفتلها وعصرها وتبديلها وتغييرها. ليه؟ قال من أجل أن تلائم واقع أولئك الناس الذين الآن ينحرفون بفطرتهم ويتركون دينهم، يبدأون يتحدثون عن إباحة الموسيقى وعن إباحة الاختلاط وعن إباحة مصافحة المرأة وعن إباحة الأمور التي كانت كبائر فيما مضى كانت. ونسي أولئك
أن الواجب عليك يا صاحب الدين أيها العالم أيها التقي يا من تخشى الله عز وجل، الواجب عليك أن تلي الواقع الذي يعيشه الناس، أن تغير الواقع الذي يعيشه الناس وفق النص، لا أن تغير النص وفق الواقع. أنت الواجب عليك أن تغير الواقع الفساد الذي يعيشه الناس، عندها تكون مفلحا ناجحا عالما تقيا، امتثلت أمر الله عز وجل. تأمل قول الله عز وجل لنبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال فاتبعها اثبت عليها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلا يجوز لك أنت المطلوب منك أن تغير واقع من يعيش وأن تجعل واقعهم موافقا للنص القرآني وللهدي النبوي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، لا أن تغير الهدي النبوي والنص القرآني ليكون موافقا للواقع المفسد المخزي الذي يعيشه الناس. ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. هذا كله تحت ماذا أحبابنا؟ تحت شعارات تجديد الخطاب الديني، هذا أحد الشعارات، تجديد أو الفهم المعاصر للنصوص القرآنية، الفهم المعاصر، فهم المعاصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. قال فاتبعها يعني أثبت عليها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني لا يصدقون بالتوحيد. إنهم، أنا والله أتعجب سبحان الله، والله يحاول أن أتعجب تماما، يعني أنا أدركت علماء عندنا في الشام، علماء في الشام يمنعون ضرب الدف في المساجد ويقولون هذا من الإثم. أنا أذكر تماما، وهذا ذكرته أكثر من مرة، كان عمري تقريبا 16 عاما أو 17 عاما، كنا في المسجد، المسجد يسمى عندنا في حي الميدان يسمى مسجد القاعة، والآن اسمه مسجد شيخ القراء الشيخ حسين قطاب رحمه الله تعالى. كان في احتفال بذكرى المولد، وكان هناك منشدون، وكان المنشدون يدقون على الدف، فإذا بسيد الشيخ حسين خطاب رحمه الله شيخ القراء شيخ العلماء قدم وأراد أن يدخل المسجد، فسمع الدف فقال لا أدخل حتى يوقف الضرب بالدف، ممنوع. وبدأ يحدث الناس ويحدث المنشدين أن هذا منكر، هذا منكر يفعل في المسجد. لاحظوا الآن أحبابنا، يأتون بأدوات الموسيقية للمساجد ويحضر الشيوخ وطلاب العلم دون أن ينكر منكر، على العكس يتمايلون هكذا ويطربون مع الموسيقى. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هذه منكرات، هذه منكرات. ويبدأون يقولون الموسيقى اختلف فيها، اختلف فيها. والله أنا أدركت أياما لا يتجرأ إنسان أن يقول بأن الموسيقى اختلف فيها، هي منكر بالاتفاق، هي منكر بالاتفاق. تقول الآن لي اختلف فيها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن يقولون اختلف، بعد 10 سنوات يقولون الموسيقى مباحة، ولا ندري بعد ذلك بعد 20-30 سنة يقولون من السنة السماع للموسيقى، وهكذا. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، والله لن يغني عنك أحد يا من تغير أحكام الله ويا من تضل الناس وتتبع أهواءهم وتترك أحكام الله، والله لن يغنوا عنك شيئا يوم القيامة. والله يعني إن تركت الإسلام إنهم لا يمنعونك من عذاب الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم على دين بعض، الكفر كله ملة واحدة. تجد الآن الطاغية في أي بلد
من الذي يقف معه؟ الطغاة أمثاله، الظلمة أمثاله. في المجتمع، في المجتمع عندك في الحي، في الحي عندما يكون هناك ظالم من الذي يؤيده؟ الظلمة أمثاله، الطغاة أمثاله. والله ولي المتقين، أي ناصر الموحدين المخلصين. قوله تعالى هذا بصائر للناس، يعني هذا بيان للناس، ويقال بصائر للناس يبصرهم، هذا القرآن يبصرهم ما لهم وما عليهم. والواحدة بصيرة، يعني يبين لهم الحلال والحرام، ويقال هذا القرآن دلائل للناس، ويقال دعوة وكرامة وهدى ورحمة، يعني هدى من الضلالة ورحمة من العذاب، لقوم يوقنون، يعني يصدقون بالرسل والكتاب، ويوقنون أن الله تعالى أنزله نعمة وفضلا. الله. قوله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اكتسبوا السيئات، وذلك أنهم كانوا يقولون الذين ارتكبوا الموبقات والطامات إنا نعطى في الآخرة من الخير ما لم تعطوا، يخاطبون بذلك المؤمنين. قال الله تعالى أم حسب، يعني أيظن الذين عملوا الشرك وهو عتبة وشيبة والوليد وغيرهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عليا وحمزة وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم، سواء محياهم ومماتهم، يعني يكونون سواء في نعم الآخرة، هكذا يظنون. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص سواء بالنصب والباقون بالضم، فمن قرأ بالنصب فمعناه أحسب أن نجعلهم سواء، أي مستويا، فيجعل فعل نجعلهم متعديا إلى مفعولين. ومن قرأ بالضم جعل تمام الكلام عند قوله تعالى وعملوا الصالحات، ثم ابتدأ فقال سواء محياهم ومماتهم، يعني محياهم يستوي حياتهم ومماتهم، خبر الابتداء. وقال مجاهد سواء محياهم ومماتهم، قال المؤمنون في الدنيا والآخرة، حياة المؤمنين في الدنيا تستوي مع حياتهم في الآخرة، حياة الكفار في الدنيا تساوي حياتهم في الآخرة. المؤمنون في الدنيا والآخرة، مؤمن يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه، والكافر في الدنيا والآخرة كافر يموت على الكفر ويبعث على الكفر. وروى أبو الزبير عن جابر قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. ثم قال ساء ما يحكمون، أي بئس ما يقضون الخير لأنفسهم، قضوا بالخير لأنفسهم حين يرون أن لهم ما في الآخرة ما للمؤمنين. قوله عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق وقد ذكرناه ولتجزى كل نفس بما كسبت، يعني ما عملت، وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم ولا يزادون على سيئاتهم. قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى حجره وعبد الآخر. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال يعمل بهواه ولا يهوى شيئا إلا ركبه إلا فعله ولا يخاف الله. ثم قال وأضله الله على علم، يعني علم منه أنه ليس من أهل الهدى، وختم والعياذ بالله على سمعه وقلبه، يعني خذله الله فلم يسمع الهدى قلبه، يعني ختم على قلبه فلا يرغب في الحق، وجعل على بصره غشاوة، يعني غطاء كي لا يعتبر
في دلائل الله تعالى. قرأ حمزة والكسائي غشوة بنصب الغين بغير ألف، والباقون غشاوة كما اختلفوا في سورة البقرة ومعناهما واحد. ثم قال: فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه إذا أضلك الله؟ من يهديك يعني من بعد ما أضله الله؟ أفلا تذكرون أن من لا يقبل إلى دين الله ولا يرغب في طاعته لا يكرمه بالهدى والتوحيد. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.